مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي تقول إن أدلة لا يمكن إنكارها تثبت انتهاك إيران للقانون الدولي من خلال تهريب صواريخ للمتمردين الحوثيين في اليمن. مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون الشفافية حول أصول القيادة الإيرانية الذي أقرته لجنة الشؤون المالية في المجلس. القضاء البلجيكي يوقف إجراءات تسليم رئيس إقليم كاتالونيا المقال كارلس بوتشيمون وأربعة أعضاء في حكومته. في أخبارنا المنوعة، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يصدر مرسوما بالموافقة على خطوات تحفيزية للقطاع الخاص بقيمة 72 مليار ريال. قيصر الغناء العربي كاظم الساهر يستعد لإحياء حفل ليلة رأس السنة في دبي ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق 2018.